احتفالا بالذكرى 68 لاستقلال الجزائر عن فرنسا، وبمناسبة القمة العربية، أصدرت الجزائر ورقة نقدية من فئة 2000 دينار جزائري. الورقة النقدية الجديدة تحمل دلالات تاريخية عدة ضاربة في عمق التاريخ، للدلالة على أهمية ما جاء فيها من رموز، وهي تمسك بالهوية الوطنية. مصممو الورقة النقدية لم يستوحوا تلك الإشارات اعتباطاً، بل كان نتيجة بحث وتحري، فكل رمز وشكل صمم داخل محتوى الورقة له خلفية وأهمية كبيرة وتفسيرات عدة. فعلى وجهها تحمل صورة لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، إشارة لأهمية تاريخ الجزائر ورموزها الوطنية. يظهر وسط الورقة مقام الشهيد أو رياض الفتح، الذي شيد ليكون الصورة المرئية الدائمة للذكرى التي تخلد أبطال شهداء الثورة الجزائرية. كما جسدت الورقة النقدية خريطة الجزائر كاملة، وهي تتوشح علم الجزائر بألوانه الثلاثة، وخريطة الوطن العربي للدلالة على الانتماء القومي والهوية العربية والسعي إلى توحيد الاقتصاد العربي. وفي جانب الورقة رسمت أشكال هندسية للعمران الجزائري أو ما يعرف باسم الزليج، باعتباره موروثاً ثقافياً جزائرياً. إلى جانب هذا دعم محتوى الورقة النقدية بصورة حقيقية التقطت أثناء الاحتفال باستقلال الجزائر في 5 جويلية عام 1962، للتأكيد على استرجاع السيادة الوطنية في هذا اليوم والاستقلال عن فرنسا. أما في حاشية الورقة فوضع رمز القمة العربية المنعقدة بالجزائر، وذلك إشارة للجهود التي بذلتها الجزائر للم الشمل العربي وإنجاح القمة العربية. بالنسبة لظهر الورقة فكانت عبارة عن بطاقة تعريفية وترويجية للجزائر، فتوسط ظهر الورقة جامع الجزائر ومنارته الشامخة، الذي يمثل رمزاً تاريخياً وحضارياً مهماً للجزائر وتعبيراً للانتماء الإسلامي. وأحاطت بالجامع تصاميم لجبال الهجار والآثار الرومانية والأقواس الصخرية الطبيعية في الصحراء الجزائرية وشاطئ مرسى بن مهيدي غرب الجزائر، تعبيراً عن الموروث الحضاري الجزائري والأماكن السياحية والتجذر في عمق التاريخ. نخيل وجمل داخل الورقة النقدية الجديدة، مستوحى من الإرث الجزائري والبيئة المتعددة داخل البلد الواحد. كتبت 2000 دينار في الورقة بالخط الكوفي الذي لا يبرز همزة ولا الفراغ بين الكلمات، وهو ليس خطأ لغوي كما عده البعض. الملفت في هذه الورقة أن 2000 دينار كتبت باللغة الإنجليزية بدل الفرنسية، والتوجه للإنجليزية أثار الجدل والغضب في فرنسا الذين اعتبروا الورقة الجديدة صفعة لهم. الشكل الجديد للورقة النقدية لقي استحسان الجزائريين وجعلها تبدو أجمل من العملات العالمية، بموروث عربي أصيل وتصميم فريد من نوعه. الجزائر الجديدة تجدد وتجديد وتشبث بالهوية والتاريخ المجيد. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.